السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الإخبارية السعودية عجل، أهلا وسهلا بكم. السيسي يأمر بالتحرك، تطور جديد في قضية المهندس المصري المقيم بالسعودية والمحكوم عليه بالإعدام. قالت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع قضية المهندس علي أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام في المملكة. وأشارت مكرم في بيان خاص للوزارة لأنها تواصلت مع النائب العام المصري حمادة الصاوي بمتابعة القضية، وأن هذه التحركات جاءت بناء على تكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث وأن النائب العام المصري أكد متابعته للقضية بصورة شخصية ومستمرة. ولفت بيان الوزارة إلى أنه من خلال التواصل مع المحكمة العليا بالرياض أكدت أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت الدراسة، وبالتالي لا صحة لأقرار وقف القضية أو إعادة المحاكمة، وما زال الحكم قيد الدراسة ولم تثبت فيه المحكمة العليا حتى الآن. وشدد الوزارة على متابعتها للموقف بصورة مستمرة مع السفارة المصرية بالرياض وسفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة. وأكدت الوزارة على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية لم ولن تدخر جهدا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام القصاص أو إعدام المصريين بالخارج. وطالبت المواطنين عدم انساق الشائعات، وأن الوزارة تتحرك دوما في إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة في عدالة القضاء السعودي. وبحسب البيان أكد المستشار حمد الصاوي النائب العام المصري متابعة قضية المواطن المصري، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والسليمة الخاصة بالقضية. ولفت النائب العام المصري إلى أنه قد تم أيضا الحصول على تقرير المعمل الجنائي في السعودية، بالإضافة إلى إرسال مذكرة وكافة الأوراق والمسندات للجهات بالمملكة متضمنة تفاصيل القضية كاملة من أرض مصر، حيث تم عرض أن هناك متهمين آخرين في القضية قد وجهت لهم تهمة تصدير المخدر، حيث أنه وفي نفس يوم الذي تم شحن فيها المعدة المستخدمة لأعمال هندسية في المملكة العربية السعودية كان هناك آخرون قد حسوا النية على تصدير هذا المخدر في هذه المعدة، ولم يكن المهندس علي أبو القاسم على علم بما يحدث من خلفه. هذا ما لدينا والتفاصيل تبعه.